السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شهر كريم، كل عام وأنتم بخير. علينا عليكم بخير إن شاء الله. سؤالنا اليوم يقول: شارع محمد علي عثمان في تعز أحد أشهر الشوارع في تعز، فمن هو محمد علي عثمان؟ ماذا تعرف عنه؟ أعرف. حاول. هذا عنده القاب. قاب إيش؟ شارع محمد علي عثمان في تعز، يعني أحد أشهر الشوارع في تعز، ماذا تعرف عن محمد علي عثمان؟ لا ماشي ما أعرف. عن إيش؟ محمد علي عثمان الذي سمي أحد الشوارع، أحد الشوارع في تعز باسمه، ماذا تعرف؟ ما أحد الثوار. أي الله، شكرا جزيلا. أيوه. أحد الثوار 62، ثورة 62. أيوه، بس ماذا تعرف عنه؟ ما أعرف عنه. شكرا جزيلا لك. سؤالنا اليوم يقول: شارع محمد علي عثمان في تعز أحد الشوارع المشهورة، من هو محمد علي عثمان وماذا تعرف؟ محمد علي عثمان أعتقد أحد مناضلي الثورة اليمنية. أيوة، بس ماذا تعرف عن الثور ملان؟ والله ما أعرف. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا أخي. سؤالنا اليوم: شارع محمد علي عثمان في تعز أحد أشهر الشوارع في مدينة تعز، ماذا تعرف عن محمد علي عثمان؟ هو قائد بثورة 26 سبتمبر، أحد من القادة، من الثور. أيوة، بس ماذا تعرف عنه؟ كان قيادي وكان من الأبطال الذي من الظلم في 26 سبتمبر، وأحد والرابع عشر من أكتوبر، وأحد والله كان نعلم من التاريخ هذا أنه من الأبطال. سؤال هذا الذي نعرف عنه. هذا، شكرا جزيلا لك. الإجابة ليست مكتملة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شهر كريم وكل عام وأنتم جميعا إن شاء الله. سؤالنا اليوم يقول: شارع محمد علي عثمان في تعز أحد أشهر الشوارع في مدينة تعز، فماذا تعرف عن محمد علي عثمان؟ الشيخ محمد علي عثمان هو أحد أبناء تعز ومناضلي تعز المشهورين، المناضلين اليمنيين المشهورين. أعرف عنه أنه كان من قرع الحكم الإمامي، بعد المصالحة اليمنية عين عضو في المجلس الجمهوري، تمام، وكان أيضا من سجناء قلعة القاهرة في أيام الحكم الإمامي، وبعد يعني أن كان عضو في المجلس الجمهوري بفترة يعني تم اغتياله. وإيش رأيكم يا شباب، الإجابة صحيحة ولا خاطئة؟ يستاهل الجائزة، يستاهل الجائزة، و مبروك عليك الجائزة، ويستاهل، نسمع له تحية.